ازيكم يا بناتي، يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة فيديو مختلف، وهنجرب الترند بتاع ماكينة التريكو اللي هو بالشنيور. ف اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو انتوا حابين اي حاجة من الحاجات دي، اذا كان الشنيور او المكنة او القطع، ابعتولي على جروب الفيس او سيبولي اي رسالة وتواصلوا معايا، والحاجة هتتشحن لكم على طول. النهاردة هستخدم البكر وكمان الشنيور متاح، وهوريكم كل تفاصيله. مش لازم تستخدميه بس في المكنة، تستخدميه في اي حاجة تخص البيت، تمام؟ إيه، وهشتغل على المكنة السنترو. القطعة دي بتشتغل على السنترو وبتشتغل على المكنة الفوشيا، المقاسين هتلاقوهم واحد. خلاص انا كده ركبت الرجلين، واهم حاجة الكاوتشات. الكاوتشات لو مش عندك او ضاعت، تروحي عند اي محل بتاع اخر العنقود او 2.5 ده، وفي قسم الادوات المنزلية هتلاقي الباكت بتاع الكاوتشات. هاتي اصغر مقاس خالص، هتلاقيه ركب معاكي وهيبقى زي الفل. القطعة دي مش هقول لكم اختراعها عامل ازاي، ده اسرار المهنة. لو لسه جديدة معايا في القناة، انزلي اشتركي وفعلي الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو. ده الشنيور بتاعنا، تمام؟ بس اللي هيجيكوا هيجيكوا في علبة كرتون، مش هيجي في العلبة السودا دي. ده كده الكتالوج بتاعه. زي ما بقولك تقدري تستخدميه في البيت، في بنط كتير اهو. العلبة بتاعته بالشكل ده. عايزه تعملي بقى خرم في الحيطه، تعلقي حاجه، كل التفاصيل دي. في هنا الشاحن بتاعه، تمام. ودي البطاريه، كل قطع الغيار هتبقى موجوده. يعني انت لو حابه اي حاجه، مثلا البطاريه ضعفت او اي حاجه، في قطع غيار منه. ودي بتركب كده بالشكل ده كده، وبعد كده بتحطيها في الفيشه. اللمبه دي بتبقى حمراء وهي فاضية لغاية لما تشحن تبقى خضر. خلاص بعد ما بنخلص بنشيلها بالشكل ده، وبعد كده بقى نيجي للبطل بتاع الفيديو بتاع النهاردة، الشنيور نفسه. خلاص طبعا بتبقى مفكوكة، بنجيب البطارية بتاعته وبنبتدي نركبها بالشكل ده. بصوا التقل بتاعه بتاع البطارية بيقعدوا على القاعدة بتاعته. نلم بقى الحاجات دي كده على جنب ونشوف هنعمل ايه النهارده. بصوا بقى الشنيور بتاعنا بيبقى بالشكل ده اهو، تقدري تستخدميه في شغل البيت. هو عباره عن دي السرعات بتاعته اهي، دي بتلف بالشكل ده كده لغايه 19، وفي منه لغايه 15. يعني انت لو طلبتيه عندنا لغايه 15. الجزء ده بقى بيتلف بالشكل ده، كل ما لف شايفين الفتحه دي بتوسع، بيبقى فيه ثلاث مسامير هما اللي بيمسكوا على الجزء، المسمار او البنطه او ايا إن كان انت هتشتغلي بايه. بصوا بيضيق ازاي لغايه لما بيقفل خالص. طبعا احنا بنركب المسمار بتاعنا وبنلف لغايه لما ايه بنحكم على المسمار اللي احنا هنركبه القطعه بتاعتنا النهارده. خلاص كده. طيب خطواته ايه؟ عندنا هنا نظامين شغل، مش عارفه ده ايه ده ايه، بس هو يعني ده الحاجه وده الحاجه تقريبا، دقاق وبيلف او بيربط حاجه زي كده. ده زرار امان بيتداس من هنا، ده عشان لو في اطفال شايفين كده اهو من ورا هنا بالشكل ده. وهنا في لمبه علشان لو اللي بيشتغل في ضلمه او محتاج اضاءه زياده، دي لمبه كل ما تدوس بتشتغل. خلاص عايزه اوريكم زرار الامان اهو، شايفين بيبقى في النص كده عشان لو في اطفال او اي حد خايف ان يداس غلط يتعور، ده زرار امان. فهو يعني عملي ومثالي في كده، تمام. هشتغل بالبكر بتاع المكنه نفسها. دي بقى زي ما قلت لكم كده هنركبها ازاي. قبل ما نركبها او احنا وبنركبها، بصوا المسمار بتاعها هيركب في الجزء ده كده اهو، وهبتدي الف لغايه لما اقفل عليها. طيب اول حاجه قبل ما نشتغل اهو، خليهم بقى على جنب. اول حاجه قبل ما نشتغل، علشان لو انت عايزه تشتغلي على المكنه بالطريقه دي، تمام. مبدئيا انا مش هشتغل بالمكوك خالص. ليه؟ لو البكره عندك فيها عقده، خليكم معايا، لو البكره عندك فيها عقده وانت شغاله بالسرعه دي،
تأكدي 100% ان المكوك هيتكسر خلاص، واحنا ما عندناش قطع غيار للمكوك زي ما احنا عارفين. طيب هنعمل ايه؟ هنشيل المكوك خالص وهنبقى ساندين الخيط كده بايدينا علشان ايه ما يطلعش ويجري من المجرى بتاعه. فمبدئيا هنشيل المكوك. تاني حاجه قلت لكم لازم الكاوتش، علشان هنشتغل على قاعده ازاز زي ما انتم شايفين شغاله على السفره، علشان تثبت لي المكنه وما تبقاش ايه بتجري يمين وشمال مني. تمام. تالت حاجه والمهم ان احنا مش هنشتغل غير شغل مقفول على المكنه، يعني الدوران بتاعها ده كده زي ما احنا شايفين هيشغل المكنه ورا بعض، مش هنشتغل شغل مفتوح لان ما فيهاش رايح وراجع. وحتى لو فيها رايح وراجع انت مش مع السرعه مش هتقدري تتحكمي في ان هتروح وترجع تروح وترجع زي ما احنا عارفين. فده هنعمل منه اي سكابات مقفوله، كوفيات، تعملي اي حاجه مقفوله. طبعا من مميزاته ان ايه بسرعه، الحته اللي هتاخد منك مثلا ساعه ساعتين هتاخد منك 10 دقائق ربع ساعه. فدي فكرته. الحاجات اللي قلت لكم عليها دي مهمه جدا علشان تبقوا عارفين المميزات والعيوب. خلاص خلينا نقول ان هي مميزات وعيوب. يلا بينا نبتدي. ما اشتغلتش بالخيط لغايه دلوقتي، هجرب معاكم لاول مره. يلا بينا نبتدي. قط الخيط الفوشيا اللي هو الرفيع. عندي الخيط الاخضر اتخن شويه بس انا خليني في الرفيع علشان لسه دي اول تجربه معاكم، ما اشتغلتش بالخيط على المكنه خالص. زي ما احنا شايفين، عايزه اقول لكم حاجه مهمه، ان الشنيور او القطعه بتاعتنا مش في مستوى المكنه. تمام. فانا هعمل ايه، هلف بس كده المكنه. تمام. وهجيب القطعه دي بتاعتي قصاد الفتحه زي ما احنا عارفين بالشكل ده. خلاص. وهخليها موروبه شويه، شايفين يعني هو متني كده لتحت شويه، وهبتدي اسند. لازم ده يبقى حمله هنا علشان ما يفكش، يبقى ماسك وشغال بطريقه مظبوطه. خلاص. وهبتدي اشتغل بشويش، هقلل السرعه بتاعتي على اقل حاجه، هشتغل على واحد واحد، دي فيها كذا مستوى. تمام. نبتدي كده، همسك الخيط هنا بايدي، انا بس عايزه اركز هنا وهوريكم الشغل اللي طلع بعد كده. نبتدي، انا لسه هبتدي معاكم اول مره اشوف الشغل. دي كده سرعه متوسطه. هسرع شويه. طيب مبدئيا كده في كام غرزة فلتت. تمام. طبعا عشان السرعة. شايفين؟ عايزة اوريكم الشغل، بصوا المنظر. طيب هنا عندنا غرزة فلتت. تمام. وهنا غرزة كمان فلتت. في حاجة تاني؟ لا، هما بس غرزتين اللي فلتوا. قبل ما نشتغل لازم تكون المكنة متشحمة متزيتة كويس ومطمنين ان هي لينة علشان تجري معانا في الشغل. تمام. عايزة اجرب على المكنة الفوشيا، اجيبها ونشوف الشغل عليه عامل ازاي. انا كده لقطت الخيط على المكنة الفوشيا وركبتها زي ما احنا شايفين نفس المقاس. هنجرب. عايزة اقول لكم انا بحب المكنة دي اكتر من السنترو، مش عارفة ليه. يلا نبتدي على اقل سرعة. الشغل على المكنة هنا اسهل بس يمكن عشان هي متشحمة، فهكمل شغل ونشوف النتيجة النهائية. انا هنا خلصت اللون الفوشيا وكمان بدلت اللون الاخضر واشتغلت بيها وطلع شغل حلو جدا جدا جدا. نكمل للاخر. خرجت كده القطعة من المكنة، الخيط التخين تحفة،
عايزة اقول لكم رائع رائع رائع. بصوا عجباني والله، شكلها حلو، خدتش وقت. بصوا التخين عامل ازاي، حلو ازاي. لو لقينا خيوط صيني، التخينة دي حلوة قوي يا بنات صدقوني، وملمسها تحفة. عايزين نشوفها من جوه، هي سقطت كام واحدة إيه، بس يعني شغال، يعني مش هي المشكلة، هي بس نزلت الكام حاجة، بس العيب مش منها، العيب من انا فلتت الخيط، ما كنتش مخليه مشدود. كل ما تشديه مش تشديه قوي، يعني تظبطي المعيار بتاعه، فاهمني، ما يبقاش سايب قوي، ما يبقاش مشدود قوي. إيه زبطت معايا، بس ده كده الشكل حلو بجد صدقوني، حلوة إيه، وانجزت معايا في الوقت في قطعة زي كده، وما تعبتليش بقى كتفي ودراعي من اللف، هو بس ان انتي ساندة الشنيور وضغط على الزرار وخلاص. ده كده الفيديو بتاع النهاردة. لو انتوا حابين اي قطعة، لو عايزين الشنيور او القطعة دي او المكنة او المكنة او قطع غيار لاي حاجة فيهم، ابعتولي على جروب الفيس، هسيبه لكم في اول تعليق، واسمه جروب قناة اول الخيط. عملت صفحة على التيك توك، تابعوني والله، التيك توك ده طلع حلو صدقوني ومسلي، ونزلت كام فيديو هناك برضو. يلا اشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش تسيبولي لايك وكومنت حلو زيكم، وباي باي.